جامد أوي الدنيا فعلا سقعتها الجمهور. يلا يوم يعدي عشان خاطركم. عم عبده يا سيدي والله انا ما كنت هفتح مع عبده، لان في ناس بتقول لك انت عبده عبده عبده، فكنت هطنش مش هفتح مع عبده. كان في حاجات تانية اعملها، بس لقيته فجأة كده قرايبي عمالين يقولوا لي الناس، يقولوا لي الراجل اللي كنت بتصور عنده جالك كذا مرة. قلت لهم مش ممكن، ده ما بيمشيش ولا بيجي ولا بيعمل. ما انا هقول لكم القصة عشان تقولوا ان انت رايح له. قال هو فعلا جامد جدا، مش مهم الهوا، بس في لسعة بنت أبلسة، ايدي عبارة عن حتة تلج. فلقيته بيسأل عليا جامد، فقرايبي لقيت كذا واحد اتصل وقال لي ده الراجل اللي انت كنت بتصور عنده بيسأل عليك جامد. فجأة قلت لهم عادي ما يسأل، ما انا باجي بروح له. فلقيت بعت ابنه مرة وسأل عليا مرة كذا مرة، فقلت اكيد في حاجة يعني. فابنه يعني بيتكلم عنه شوية، فقلت لهم ابنه لو انت عارف انه سكة قول له انت عايز ايه، عايز ايه من ايهاب يعني، عايز ايه. وما يعرفش اسمي، مش عارف يقول لي يا معلم ولا يا شا ولا بيقول لي. فقالوا لي بيسأل عايزك في حاجة ضروري. فجا في بالي قلت يا رب هيكون عايزني في ايه الراجل ده، فقلت عايز فلوس ولا عايز حاجة. ف ابنه ساب خبر اخر مرة جه، ابنه جه قال لهم اصل هو تعبان شوية. فقلت تعبان، طب انا هعمل له ايه يعني، انا تعبان لو عايز مساعدة ماشي، عايز حاجة ماشي. يقولوا لا ده عايزك انت. فقلت خلاص اما اجي، والله انا يعني اللي جاية ممكن تقدر تقول عشانه مخصوص. وفين الكوبري اللي كان هنا؟ فجيت عشانه مخصوص. فابنه الخبر اللي سابه ان هو ابوه تعبان وعايزني ضروري لسبب، فقلت اجي ادور عليه واشوف هو عايز ايه. مش كان بيجي في المواسير دي؟ هي راحت فين اهي؟ حاج عبده والله لو ما لقيتك هزعل زعل ما في بعده، كان بيبقى هنا فعلا. بس يلا حتى لو الناس دخلت شويه مش مهم، هفتح برضه. بس عايز الاقيه بسرعه اللي انا هنشف. حاج عبدو، حاج عبدو، ولا هنا؟ ايه الفرشة دي بتاعت دي ولا ايه؟ كم مرة قاعد في البير ده؟ ده في مية عمره ما هيقعد فيه. استنى اروح له من الحته دي. ويا ما نسيت المكان ولا ايه؟ عايز اروح له الاوضه مش عارف، نسيت المكان فعلا. انت فينك يا اشرف؟ ايوه السكه اهي. عايز اشوف بس عايزني في ايه، اللي هو يضطر يبعت حد لغايه عن اهلي وقرايبي وكده، وعمره ما سال عليا اصلا. على طول ايه؟
نفسك حماده ماشي. ده انا جاي لكم بجيه اعلام بيها ربنا، ده احنا هنرجع عيانين النهارده. انا الله بس الاقيه، ولا تلاقي حد فاتح تاني. بس هو فعلا انا متوقع كده، لان النهاردة انا مفتحتش بالي مدة كبيرة، فمش هتلاقي ناس فعلا. يا عالم مع الساعة والهيصة اللي احنا فيها دي، دوخنا عليك يا حاج عبدو. طب يا جماعة شيروا اللايف شوية، هوبا اضغطوا على الشاشة، انا نسيت والله اضغطوا على الشاشة ولا الشير هو اللي يجيب نتيجة، ولا وعني انا والله خايف ما مش هفتح النهاردة، عشان كده صممت ان بكرة بيقولوا في عاصفة ولا نوة ممكن ما نعرفش نكمل. حتى صوت الضفادع مختفي، صوت الديابة مختفي، صوت الغربان مختفي، ايه الحكاية؟ الحتة نسيتني ولا ايه؟ ده جزائي عشان ما بفتحش كتير، بقى شكلها مريب اكتر. الدنيا برد، ده الدنيا ايه تلج. وبعدين يا حاج عبدو ما تدوخناش، والله ما كنت هفتح معاه النهاردة، كان في ضيف حاجات تانية محضرها، بس قالوا لي لا روح له ضروري، ده عايزك جدا يظهر في حاجة، مع اني معرفش يعني فيش بيني وبينه الحاجة اللي هي، غير ان انا باجي بس وخلاص، ما يعني ما فيش معرفة جامدة غير التصوير بس. مشينا شكله، استنى نبص الحته اللي قدام دي وارجع تاني، اكون قاعد ورا هنا. اللي عايزك واجي ما لقاكش. يا ريت النداهة تطلع، النداهة عند ابراج الحمام. فين الراجل دوت؟ بقى انا اجيب ام المشوار ده كله لاخر ما لقاكش. فين يا سيدي؟ مش خلصت امتحانات ونجحت ومية مية، تخش اخر واحد
ده عشان خاطركم. لا عند ابراج الحمام دي بعيد عن هنا، فده عشان خاطركم. لا عند ابراج الحمام دي بعيد عن هنا اهو. بص قاعد فين والله، لا يعني مش عارف اقول لك ايه، ده انت هتبان كده. حاج عبدو ازيك؟ الله يخليك. انت بعت لي ليه يا عم؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ بعت لك مشوار. امال انت مش قاعد هنا يعني في الحته بتاعت كل مره، مستخبي لي كده؟ نايم. كنت نايم؟ معلش قلقناك. قول لي بقى يا سيدي، وحشني اشرف والله. انت بعت لي كتير عند اهلي؟ بعت لك كتير خالص. طب ليه؟ امال ايه، في خير، في حاجه ولا ايه؟ والله ما كنت باجي والله. رحت لك عند بيتك. شكرا يا امير يحيى. رحت لي عند البيت هناك؟ اه والله. اما قالوا لي ان انت سالت عليها كتير قوي، حتى هم قلقوا يعني، قالوا لي في حاجه ولا ايه النظام ولا كده. دينا شكرا يا دينا. تعبان؟ اه تعبان ليه؟ خير؟ عندي عمليه كبيره يا بني الحياه والموت. يا راجل والله العظيم. وبعد عاوز ارد جميلك. ليه يا عم انا ما عملتش معاك حاجه يعني؟ فلوس ياما وخير ياما. لا يا عم ما تقولش كده قدام الناس. وايه؟ وقفت في ريحي. والله يا عم لا ما تقولش كده. ازاي؟ لا والله. بس انت قلقتني والله العظيم. انا تعبان واعمل عمليه. بتكلم بجد والله؟ والله. طب وايه خير؟ يعني عمليه ايه دي؟ طب ما تقول لي انت. طب ما انت عايز مني ايه؟ بتقول لي مالكش دعوه بالعمليه؟ اقول لك على امانه. امانه؟ امانه. قول يا سيدي انا معاك والله. عايز ايه قول لي. امانه امانه، بس دي بينك وبين ربنا. انتوا سامعين يا جماعه؟ مت انا مسامحك فيها. دي ايه دي بقى اللي انت لو جرى لك حاجه مسامحني فيها؟ انا ما عملتلكش حاجه تزعل والله. حاجه انا عينها للزمن. حاجه عينها للزمن؟ يعني زي ما قالوا لي قرايب ان هو عايزك عشان في حاجه يوصلها لك. طب معلش، ده ايه دي؟ ايه اللي انت عايزها يعني؟ او انت عايز مني ايه اللي انا اقدر اعمله؟ عين حاجه وعاوز اديها لك. انت ابدا موت. مبروك عليك. لا بعد الشر يا عم. عشت تجيبها لو انت عشت اجيبها لك. طب هي ايه دي بقى؟ فين دي؟ ايه دي يعني؟ علبة. علبة فيها ايه او ايه دي يعني؟ اللي فيها تفتحها وتشوف. طب هات العلبة. انا عينها في الارض. يا لهوي، انت عينها في الارض اللي احنا ماشيين فيها دي؟ اه. طب وانا معلش انا هجيبها ازاي دي؟ ولا هدور عليها ازاي دي؟ في ساعة في الاوضة كده. هنا في الاوضة دي؟ جنب الاوضة دي؟ برا. وعلى حجر كده. اه فعلا في شجرة اهي. تقصد دي من الناحية دي ولا من الناحية التانية؟ لا. امال فين؟ بتكلم بجد ولا بتهزر؟ والله وعليك عينك علامة في الشجرة دي. انت عامل علامة عليها يعني؟ طب يعني انا دلوقتي اسيب حاجتي دي واطلعها ولا اعمل ايه؟ بتكلم بجد عشان ما اقعدش الدنيا ساعة. أمانة في رقبتي؟ يعني حاجة شيلها لك عندي لغاية لما تخف أو تعمل العملية؟ الموت مبروك عليك أنت وعيالك. يا لهوي. طب معلش يعني ما اديتهاش لعيالك ليه؟ عيالي مش عاوزين حاجة، ما بيسألوش عني. والله العظيم. طب ده ابنك جه سأل هناك عندنا. أنا اللي بعته بالعافية. والله. لا حول الله يا رب. ما بيسألوش ليه ده يعني كده قلة أصل يعني. الله حول الله يا رب. طب قول لي يا سيدي انا معايا حاجه. هي حاجه ايه انت حاططها في الشجره فوق، في نفس الشجره فوق؟ تحت الشجره؟ اه تحت حجاره كده. ما تبهدلنيش. علامه. طب والنبي ما تكونش بتضحك عليا. لا اضحك عليك ليه؟ طب اشمعنى انا اديتها لي يعني؟ استنى عشان اديتني انت فلوس. يا عم عادي يا عم مشكله. استنى اربط الكوتش بس. والله يا اخي ده انت فرحتني يعني. انت مأمني عن عيالك والله يعني مش عارف اقول لك ايه. مش انت مديتني بالفلوس وكنت بتجيب لي اكل يا سيدي؟ عادي ده واجب عليا، ايه المشكله؟
معلش يا جماعة ثانية واحدة بربط الكوتشي واستخدم المليل بالمرة. والله يا حاج عبده مش عارف اقول لك ايه بصراحة، عشان كده انت كنت عايزني انا يعني. انا اجلت العملية كم مرة مرة والله العظيم اجلت العملية مخصوص عشان انا اجي لك. طب معلش ما تقول لي عملية ايه دي يا عم وانا معاك والله العظيم، لو انت في حاجة ولا عايز حاجة. ماليش دعوة بالعملية. واحد طب والله العظيم اساعد فيها لو انت عايز حاجة قول لي. ربنا وقف لي ولاد الحلال. طبعا ماشي. ممكن يكون كمين حاج عبده بتضحك عليا ولا حاجة ولا ايه؟ لا والله بتحلف بالله؟ بالله ما بضحكش عليك. طب قول لي فين بالظبط، انا اقفلك من ناحية الشباك ده. تحت الشجرة. في كذا شجرة هنا، في واحدة كبيرة ودي واحدة تانية اللي عندها حجارة. والله في علامات هنا معلم عليها بإيه؟ حاجة إكس كده، حاجة سودة كده. والله فعلا معلم عليها هنا. يعني أنا أشيل الطوب دوت؟ أنا معايا حاجة زي البلطة كده أفحر بيها ولا هي تحت الطوب؟ أنت هتدوخني والله العظيم. أنا معاك في طوب بس مفيش حاجة. طب ما الشجرة هي والعلامة هي، يعني اشيل الطوب ده كله ولا اعمل ايه يعني؟ حاج عبده انا شلت الطوب الصغير ده مفيش حاجة، كبير ده انت هشيلها ازاي دي يا ابن الحلال؟ حاج عبده يعني افحر تحتها ولا اعمل ايه؟ لا ايه، ما انا شلت الطوب مفيش حاجه. ايه هلا هو ابيض، انت بتشتغلني بقى فعلا. استنى انا جاي لك حاج عبده. والله العظيم الدنيا ساقعة وانا ايدي متلجة وحياة ربنا. عارف هي فين؟ انا شلت الطوب وما لقيتش اي حاجة. عارف هي فين يا ابني؟ في بير في الارض كنت نايم فيه. بير؟ البير المربع اللي قدام خالص؟ ده انت هتدوخني يا عم. في ريح منه كده اهو، افحر هتلاقي ساقعة، هتلاقي تيسة كده. اللي هو فين قدام خالص كده هنا؟ قدام كده. طب انا هروح بس والله العظيم لو بتشتغلني وحياة ربنا، ده انا جاي يعني 50% مخصوص عشانك. لا والله، لا والله. بتحلف والله؟ والله انا عينها ليك. وانا لو مش، طب معلش هي فيها ايه؟ حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ حلوة والله ليك. انا عينها ليك. دي واحد من والله الراجل بيفتح من السعودية واللي من هنا. واحد من السعودية مديها لك؟ كان عنده ظروف لبنته وربنا سهلها. والله يعني انت ايه عملت له حاجة يعني ولا كده؟ قلت له على ربنا كرم. علاج من اللي انت كنت بتعمله ده للناس نفسيا وكده. انا هروح بس اوعى تكون بتشتغلني. لا هناك علامة كده بس بالراحة. طب ما انت قلت لي عند الشجره علامه وما لقيتش حاجه يا عم. شفت الواد ياخدها يعني؟ هي كانت هنا وانت شلتها مثلا؟ شلتها. نسيت والله. طب امشي كده على طول بتقول عند بير؟ عند بير في الارض. بير في الارض على الشمال ولا على اليمين؟ انا اعرف انت شفت. طب انا هبص. طب معلش بير ده شكله ايه؟ مدور كده. مدور ولا مربع؟ انت لسه قايل لي مربع يا عم. مدور كده في الارض كنت نايم فيه. بتكلم بجد؟ والله. طب انت بتنام هنا ازاي في الساعة دي يا عم؟ ربنا مغطينا يا عم. طب وانت كويس دلوقتي؟ معاك اكل ومعاك كل حاجة؟ الحمد لله. طيب هو رزقك؟ رزق انا؟
خلي بالك انا اصلا مرزق. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اسيب اشرب بس الميه بتاعتي اللي انا حطيتها هنا. ثانيه واحده، والله لو طلعت بتشتغل يا لهوي. الميه تلجت يعني، الواحد بايده مش قادر يمسك الازازه. هتخليني احفر كمان؟ ده انا مش جاي مستعد للحفر. بس هو مش قريب كده، ده مش البير ده اكيد، ده قريب خالص. طب استنى انا همشي قدام، ممكن في واحد تاني، في واحد تاني يكون ده في البير. بالهبل ده طبخنا ليه؟ بالظبط يا شباب بتفرج هتعرف. مش هقول لك بقى روح القناة بتاعتي وشوف الحاج عبده، لا انت اتفرج معانا وخليك معانا. بس ده الارض دي مكسرة خالص، لا في بير ولا في بتنجان هنا. انا عايز اسأله، هو بير في الارض واطي ولا بير عالي؟ لا معلش انا هرجع تاني، انا كده مش فاهم حاجة. بس لما حلف حسيت انه مش بيشتغل، يعني ده مدور واللي فات مدور، وبعدين ده هتفحر فيه ازاي وتعمل فيه ازاي؟ لا طبعا هو تعبان مش قادر يقوم، بيقولك هيعمل عملية، تعبان جدا ومش قادر يقوم. خليه هو يجيبها. اللي عايز يسأل يسأل. محمد يقول الحمد لله على السلامة نانا، الله يسلمك. وحشني وحيات ربنا جدا جدا جدا. بس معلش عشان انا قربتك جامد، هسأله بير في الارض نفسها مدور مخرومة ولا حاجة بره الارض؟ وادور على اثار يا عم، روح العب يا ريت نلاقي اثار. فين الاثار دي؟ ورينا فين واحنا نفتش. اللي هيدور على اثار هيجي يفتح لايف. ده عم بتفكر ازاي؟ هدور على اثار وافتح لايف افضح نفسي. خايف بس يكون عامل فيها مقلب ابن جنية هو ساعات، بس شكله تعبان بجد. حاج عبدو انت مش قادر انت تقوم تجيب البتاعه دي؟ لا تعبان مش قادر تقوم فعلا؟ لا تعبان، صوتك باين عليه فعلا انت تعبان. طب بقول لك ايه، معلش والنبي وصف لي، عشان انا الارض دي مخرمه كلها. هو طول ما لا هو هم الاخرام اللي في الارض ولا بير شكله ايه؟ بير مدور اسمنت، يبقى اللي هو اللي على الشمال ده فعلا. ريحه جدار وعلم علامه هنا، يعني عليه علامة. أنا معلم بقالي أسبوعين ثلاثة. طيب خلاص أنا هروح بقى بجد فعلا. يعني أنت ناقلها بقالك أسبوعين ثلاثة، بس أنت متأكد إن في حاجة صح؟ آه مش بذمتك ودينك أنا متلج وحياة ربنا. بالله العظيم. ما تضحكش عليا قدام الناس في اللايف. أنا تعبان يا باشا. تعبان. طيب خلاص. يلا بينا. معلش يا جماعة مش وقت جستات، أنا بس أخش أشوف. طيب
اشوف صوته ده يفيد اللي في الارض في غير هنا فعلا. في غير هنا بيطور. انا عايز اخلي بالي هكون حاطط فيها تعبان ولا حركاته نص كم دي؟ لا بس واضح حاليا انه تعبان. ده البير الاسمنت فعلا. معلش ثانية واحدة نحط الحامل عشان أعرف أحرق معايا بتاع للحفر عشان بس أحط الحامل وأشوف حتى البير ده جواه إيه. بس كده أمان مفيش مشكلة. شايف اي علامة؟ فين العلامة؟ اقول يا جماعة في علامة فعلا. بص يا جماعة في علامة والله العظيم اهيت. بصوا في علامة، دي علامة اللي بيقول عليها زي اللي عند الشجرة بالظبط، متقليش في غيرها. في علامة. طب كويس الراجل كده مش بيكذب علينا. استنى اظبطه على الناحية. فعلا في حاجة، الراجل ده مش بيكذب. جماعة فعلا في حاجة، دي اللي
اللي لقيتها. العلامة اهي، انا لقيت فعلا تحت العلامة الكيس ده، ولا في صندوق حاجة كده. طب ثانية واحدة بقى، فيكي ايه؟ احس ان هو في حاجه فعلا، حاسس انه تعبان. نفتحها هنا ولا نروح له؟ يا جماعة نفتحها هنا ولا نروح له؟ بص اهي، صندوق تقيل على فكرة. نروح له ولا نفتحها هنا مع نفسنا؟ بس حرام، لا ده بيقول امانة و نروح له احسن. معلش، لا حرام، بس كيسة ايه تقيلة، حاسس حاجة في ايدي تقيلة جدا. هنروح له فعلا. لا حرام، بيقول امانة وكده، هنخلينا معاه للاخر. نحطها عنده ونفتحها قدامه، هلا يقول لك خدت منها حاجة. اللي بيقول في ايه عايز افهم، ما تتفرج هتفهم. هو كل الناس مش فاهمة، انا نفسي مش فاهم. لقيت علبة هو قايل عليها، بس لسه معرفش يسألوا، يمكن مش هي اصلا. استنى كده اختبار. حاج عبدو، انا لقيت فعلا علبة. معلش، العلبة دي شكلها ايه؟ في كيسة في علبة مربعة كده. طب كيسة لونها ايه؟ سمرا. طب الله ينور، عندك حق فعلا، طلع ما بيضحكش علينا. هذه الكيسة. معلش يا جماعه، طلع الحامل تاني فعلا عشان تشوفوا الكيسه قدامكم. انا افتح الكيسه قدامك، والله ما رضيت افتحها بعيد هناك، عشان انت قلت بتامنني امانه. امانه في رقبتي. ماشي، انا يا عم ما رضيتش افتحها، والله العظيم كنت افتحها، بس كانت هتبقى غلطه. فعلا عندك حق، خلينا امانه احسن. شكلك يا عيني بتنازع كده، شكلك تعبان بجد. اول مرة احس ان انت تعبان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، افتح خلاص. وديت بقى انت مدهالي قدام الناس، لو انت خفيت من العملية بقى انت خلاص هتاخدها تاني، صح؟ يعني انا مطالب اشيل ديت زي ما هي كده، بس افتح اشوف فيها ايه، عشان ما ينفعش اشيل حاجه ما بقاش عارف فيها ايه. طيب خلاص ماشي، مع انها مليانه رمله وتراب. ده ايه ده؟ طب ما تقول لي ايه ده يا عمي؟ حاجات جايه لك من السعوديه؟ دي علبة ده بتاعت موبايل عم عبده، ولا انت شايل يعني في العلبة دي الحاجة؟ طيب ماشي، نفتح ونشوف. والله ما قادر افتحها، ايدي مجمدة.
يا ده موبايل قديم قوي، ده مبلوله ميه شويه. انت اللي حاطط عليها اللزق ده؟ انت خايف حد ياخدها؟ طب غيرت مكانها ليه؟ طب عادي لو الكرتونة اتبهدلت؟ ماشي، المهم اللي فيها صح. طب استنى، ده انت مكلفتها ايه؟ ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو حاج عبده، ده فيه فلوس وحاجات وكده. ده فلوسك دي؟ اللي انت كنت بتديني منها فلوس. انا ما اديتكش فلوس جديده كده، انت كنت مديني فلوس والله. طب الفلوس دي انت عارف، معلش، عارف عددها؟ لا. ولا يعني انت مش عارف عددها؟ اشيلها زي ما هي كده، زي ما هي. طب وايه العلب اللي جنب بعضها ديت؟ معلش، كل دي هدية هدية هدية؟ معلش نحط الفلوس كده. انا والله العظيم هاخدها منك، هقفلها تاني زي ما كانت، وهي فعلا امان عندي. افتح العلب الصغيرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفلوس دي شكلها كتير على فكرة. دي اللي كنت بتقطع منها يا عم ولا ايه؟ ده فيها خمسينات والعشرة صاغ اهي. العشرة صاغ بتاعتك جوه. يا نهار ابيض، من زمان دي، من زمان معاك؟ طيب دي باين عليها ذكرى عندك ولا انت شايلها؟ استنى نميل الصورة كده شوية. انت عملت هاتي ده ايه؟ دي عم عبدو، دي سبحه ايه دي؟ اثريه دي ولا ايه؟ عامله لي كده، دي سبحه دي اثريه ولا دي حد مدالك بتقول من السعوديه؟ وفي ذهب كمان، العلبه دي فيها ذهب. طب خلي دي على جنب. ده ايه ده حاج عبدو؟ القلم ده ذهب بذمتك ودينك؟ بتعرف والله؟ طب ما استنى، بيبقى عليه عيار وحاجات من دي. طب والله العظيم القلم ده ذهب. القلم ده مكتوب عليه عيار فعلا. هو لونه اصفر ذهبي بس باين، مش باين قوي انه ذهبي في الصوره، ولا الكاميرا جايه عليه، الورقه جايه عليه. ده ذهب ده؟ ما جيت لك ليه؟ ايدي عم عبده دي، ايدي ده، ايه ايه الجوهره دي يا عم؟ دي ايه دي بقى؟ حاجة من عند الله جاية لي من بره. الموت مبروك عليك. لا يا عم بعد الشر، مش عايز حاجة. دي مالها بتعمل أحمر ليه كده؟ عم عبده على البتاعة تكون مسحورة ولا حاجة، ولا فيها حاجة؟ دي أنت مش عارف عاملة إيه في الحيطة؟ دي عاملة أنوار إيه؟ انت تعبان فعلا، سوقك فعلا تعبان شكلك. ايه دي؟ عين. ده ايه الفص اللي فيها ده؟ انت مالك بقى؟ لما تروح للسايق هتعرف. ايه يا عم دي عماله تعمل الوان غريبه قوي قوي قوي.
عايز اكون هتنور يعني. اما عبد انا خايف اخد البتاعة دي بصراحة، لا حطها في العلبة والنبي. احطها في العلبة. طب معلش دي ايه يعني، مثلا تمنها كام دي ولا ايه دي ده ولا ايه؟ غالية خالص. دي غالية خالص؟ مش هكذب عليك، اقسم بالله عمري ما يعني انا ما شفتش حاجة زي كده قبل كده، لونها غريب غريب موت يعني بصراحة. دي عاملة على الحيطة ألوان. رجلك بتسأل عليها وبتديلي، قلت مش حدش ياخدهم ولا انت. والله يعني مش عارف مش عارف اقول لك ايه بصراحة يعني. كتر الف خيرك، ودي امانة عندي فعلا، اقسم بالله ما افرط في يوم لما انت تيجي. بس انا مستغرب البتاعة دي، خايف اشيلها بصراحة. والله مش عارف، اوعى تكون مسحورة ولا بتعمل حاجة بذمتك ودينك. لا يا عم بعد الشر. دي عاملة على الأرض إيه أشكال؟ واحد من السعودية جابها لي. دي واحد من السعودية جابها لك؟ يا عم دي زي ما تكون هتنور ولا هتتكلم ولا هتحرق ولا هتعمل حاجة. أنا الأم البتاعة دي حطها في العلبة وغطيها، احفظها. هحطها فعلا في العلبة، بس خايف منها، أنا قلقان منها أوي. لا دي بص بتعمل ايه، عشان غيرك عاوز ياخد. كان غيري عايز ياخدها. مين هتلاقي عيالك بقى؟ يا نهار ابيض يا جدعان، البتاعة دي ايه؟ ايه يا عم عبده ديت؟ فيها لولي. لا فيها لولي فعلا، دي حاجة غريبة قوي. دي عاملة فيلم على الحيطة، ده انا مش عارف اصوره حتى. ايه ده؟ طب بالله عليك لا تقول لي ايه دي، انا قلقان من البتاعه دي قوي على فكره. انت هدية ليك حاجات كبيرة، كده غريبه، بس انا مش عارف ايه دي. هدية كبيرة، هدية من أمير. دي من واحد امير؟ ده بص عامل ايه على الحيطه، يا نهار ابيض. يا جماعه ايه دي يا جماعه؟ حد معلش حد عنده فكره بالحاجات دي؟ والله انا عمري ما شفت حاجه زي كده. جماعة اللي عنده خبرة في حاجة زي كده يقول لي ايه دي يا جماعة. دي بصراحة دي اغرب حاجة انا شفتها معاك. لا دي مشكلة دي. الحمد لله اللي انا جيت. انت كنت مستني فرغ الصبر شكلك. لا بس دي ما تخلي دي حاج عبده معاك والنبي. اخد كل حاجة؟ طب انت مش ضمنك ارجعهم لك تاني يا عم؟ ده يا عم زي ما تكون هتطلع نار والله العظيم. ده بص عامله ايه على الحيطة، ايه يا عم ده؟ ايه دي يا جماعة؟ حد يفيدنا يا جماعة والنبي قبل ما اخدها، لان انا خايف اخدها. ايه دي يا جماعة؟ حد يعرف في الحاجات ديت؟ طب ما تخليها معاك يا حاج عبده، دي انا قلقان منها قوي. اسمع كلام. اسمع كلامك، هي غالية قوي مثلا يعني؟ ده بص عاملة ايه على الحيطة، لا دي رهيبة بصراحة، شكلها حاجة فخمة 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 للصبح يعني. دي في كل حتة عاملة نور لونه وشكل، بص فوق الحيطة. يلا ده انت عاملة لنا فرح. ايه ده يا عم ده؟ طب ادالك ايه ليه السعودي؟ واحد سعودي ادالك دي ليه؟ جات بنته تعبانة. اللي قلت لي بنته تعبانة وانت بتعالجها، بس شكلها رهيب بصراحة. طيب انا عموما هشيلها، ومع اني خايف اشيلها والله العظيم. اهي في علبتها والله، ما تقلق. بس خليها مفتوحة شوية كده لغاية لما اشوف الباقي فيه ايه.
بذمتك ودينك القلم ده ذهب؟ اه والله بتحلف والله ده. عشان ما اشيلش حاجات ابقى مش عارف ايه دي. ده انتي عامله ايه فيلم؟ العلبه الكتابه ممسوحه، الكتابة اللي على العلبة ممسوحة، شايف كتابة بس كانت في الأرض. كانت في الأرض. أنت كنت أصلا شايلها قبل كده في الأرض؟ لا بس والله أنا مش فاهم فيها، بس حاسس إنها فخمة أوي أوي أوي. بس نشوف العلبة دي إيه يا جماعة. لقيت علبة تانية هيت، معرفش هفتحها وأقول لكم فيها إيه. دي جامدة لكده. ايه ده حاج عبده؟ ده عملات. يا نهار ابيض، ايه يا عمو انت بتطلعي منين؟ طب الطوابع دي اثريه يعني مثلا؟ طب خلي الطوابع دي على جنب. الطابع مكتوب عليه دولة الكويت، وانت كل حاجتك من بره ولا ايه؟ بتجيب سنيه. طب استنى نشوف ايه دول. ده العملة دي فيها مصري على فيها حاجات. يا نهار ابيض. بص يا جماعة، دي 10 صاغ ايام الملك فاروق، خلي بالك دي تحفة. ايه الحاجات دي يا حاج عبده؟ ده مين؟ طب العملات الاثريه دي من ايامك انت ولا انت جايبها منين؟ بص يا جماعه، دي يا جماعه البتاعه دي فظيعه فظيعه، دي لها تمن حقيقي. عشر قروش مصرية مكتوب عليها المملكة المصرية. البتاعة دي غالية جدا يا جماعة. العملة اللي قلت لي عليها لها قيمة، مشاكل دي كمان قيمتها فظيعة، دي ليها قيمة جدا. دي ايام الملك فاروق، دي 10 صاغ ايام الملك فاروق، دي غالية 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 يعني. يا نهار ابيض المليم ده. 2 مليم. 2 مليم جماعة، 2 مليم. يا خبر أبيض، 2 مليمات. والله الحاجات دي فعلا، دي انت شايل حاجات أثرية فعلا. وده زيه كمان 2 مليمات ده ولا ايه؟ لا ده 5 مليمات. يا نهار أبيض، ده مليم، ده كارثة. تاريخها 1923. يا نهار أبيض يا جدعان، وادي برضو 5 مليمات مصرية. ايه ده بقى؟ دي عملة أجنبية، معرفش مكتوب عليها ايه. رومانيا. يا خبر ابيض، انت جبت الحاجات دي منين يا حاج عبده؟ نور محمد. انا كويس الحمد لله، بس دي حاجات فعلا رهيبه ملهاش حل. ده انت حق عندك حل. يا ريال، الاغنيه بتاعت معانا ريال ريال اهو يا جماعه، اللي كان ايام رايا وسكينه بيتكلموا عليه، بتقول لك اديته ريال واديته نص ريال. دارك عمو ايهاب، انت وحشني جدا، وانت كمان اكتر، وحياة ربنا.
لا ما انا هلم اللمه دي. حاج عبده لو اديت الحاجات دي لصايغ ولا سالت حد عليها في مشكله بالنسبه لك؟ انا مش هبيعهم، انا هسال بس، دي امانه عندي ما اقدرش افرط فيها. يا خبر ابيض يا جدعان، دي عملات فعلا ملهاش حل. ده بتاع مصر بس ده قديم جدا ولا مصر ده؟ يا خبر ابيض. هلم، حاضر ماشي، وهشيل اهو ماشي. لا ما دي حاجته هو بقى، محتفظ بيها وشايلها وخايف عليها عشان لو راح عمل العملية انا اقفلها لك تاني زي ما كانت. قفلتها لك اهي، وادي القلم، قلم ذهب يا جماعة. حد عارف ماركة القلم ده يا جماعة؟ الاقلام دي بينزل حد اكيد، في ناس فيكو خبرة، حد عارف ماركة القلم ده؟ بس القلم ده فعلا والله العظيم شكله باين جدا على فكرة، رغم ان في الصورة مش طالع حلو. لا ده ذهب، بتقول ذهب عن علم ولا ده مش ذهب؟ انت ادرى، بس عم عبده هيضحك عليا ليه؟ معاه كتالوج كمان. شكرا يا امير، الف شكر. حلو ماشي، انا هقفل حاجتك. قلم ده فعلا ماشي، انا هقفل حاجتك واحفظها لك. انت قلت ايه؟ دي امانه. ماشي، هشيل لك دي كمان. وادي يا جماعة الألماظة التحفة دي، ونشيل لك الفلوس اهي زي ما هي، كل حاجتك زي ما هي، وفيها العشر صيغ بتاعتك القديمة الأثرية. أمانة والله فعلا أمانة عندي، ما أقدر عشان كده لف عليا وسائل عليا. عايز تنام؟ ماشي يا عم حاضر، هجيب الكاميرا عليك شوية تلاقي الناس انت وحشتهم. اهو بعيد عنك عينك اهو يا عم. خلاص يا جماعة، حد عايز يعرف حاجة بدعي لواحد اسمه أشرف تعبان، ربنا يشفيه. قول ربنا يشفيه يا رب، تكون حاجة بسيطة يا أشرف، أنت من الناس المحترمة الجدعة. هيروق إن شاء الله على إيديك يا رب. بلاش أسأله، هسأل أمه إيه اسمها إيه؟ ما ينفعش. بيقول لي أمه اسمها إيه؟ بلاش، مش هيقدر يقول قدام الناس طبعا. انا عارف ان ده سؤال مطلوب عشان بتقولوا حاجات باسم الام، وانا عارف. ربنا يشفيه. ايوه بس ربنا يشفيه، ربنا يشفيه ويعافيه. بيقول لك وانت ربنا يقومك بالسلامه يا سيدي. طب انا اما امشي انت هتعمل ايه؟ انت معاك اكل؟ معايا بذمتك ودينك. انا جايب معايا حاجات كده بسيطه، معايا سندوتشات عشان انا راجع في السكه، الواحد بيكون خلاص مات من الجوع. طيب بس بذمتك عايز حاجه؟ ما انت فلوس اهي معاك، ما تاخد الفلوس دي معاك يا عم. معاك تاني فلوس؟ طيب خلاص، ولاد الحال كتير، ربنا يكترهم لك يا رب عشان خاطركم والله العظيم. وجيت في الساعه والبهدله ديت وهمشي، وجيت برضو مش هكذب عليكم عشان خاطركم وعشان خاطر الحاج. بتعمل ايه يا حاج عبده؟ انت هتخبي وشك كله كده مش هتبين حتى تشوفنا؟ لا ماشي، هتنام؟ طيب خلاص انا همشي يا سيدي عشان ما نزعجكش اكتر من كده.
الناس غلابة يا عم إيهاب، ما في يعني سيبك من المظاهر، الناس غلابة فعلا. وخلي بالك ده، بص الحتة عاملة ازاي، ده عيني هينام ازاي هنا انا معرفش، وبيقعد هنا ازاي هنا انا اصلا معرفش. فاحنا مضايقينك قوي يعني، مسلينك شوية. اروح انا؟ طيب العلبة بتاعتك معايا. طب انا باجي كل فترة ساعات، كل شهر ولا كل كذا؟ انا هتابع، هخلي قرايبي يسألوا عنك، انت بس سيب خبر يجيب العلبة بتاعتي، ولو تقدر تقول لي هتعمل عملية امتى ابقى اسأل عليك. والله ما فلوسك اهي معايا، هي يا سيدي، وبرضو يعني ثقة، مش عارف اقول لك ايه، كتر الف خيرك، وما تقلقش هي في محلها وحياة ربنا. بيقولكوا ادعوا له برضو ان هو ربنا. انت عندك بطانيات وحاجات هنا يا حاج عبده؟ عندك بجد؟ عادي تودي في ده يعني. خلاص يا حاج عبده اتفقنا، انت سيب لي خبر مع اي حد من ولاد عمي، قول لي بس هات العلبه بتاعتي وانا هبعتها لك، ان ما كنتش جاي هبعتها لك في اي حاجه، مش هغلب يعني. انت تقدر تورينا وشك كده، تسلم على الناس وتقول لهم سلام ولا اي حاجه؟ تعبان؟ معلش، ربنا يشفيك يا رب. الجو وحش موت، وحط ربنا وحش، ما اعرفش اروح ازاي اصلا. استنى، هو العمليه دي امتى حاج عبده؟ العمليه دي امتى؟ انت كنت مستنيني اجي عشان تدي العلبه وتعمل العمليه. طب العمليه امتى بقى تعملها؟ بعد بكره. طيب خلاص ماشي، والله لو تاجلها يوم كمان بعد بعده ممكن اجي معاك. ماشي، طيب خلاص ماشي، يلا ماشي يا جماعه. انا هقفل بقى عشان فعلا يعني مش عارف اقول لكم، انا بحلم احط ايدي في جيبي، والله العظيم ايدي اتجمدت، شايل الموبايل والكشاف حديد، يعني انا ايدي اتجمدت ومش عارف اقول لكم يعني ازاي شكلها. هو تعبان مش راضي يقول على عمليه ايه، فامان الله هاجر. يلا يا جماعه، لا اله الا الله، بص الطريق جميل ازاي، يا سلام، سواد ومنال بستين نيله. انا همشي بقى لغايه الاشجار الحاليه دي خالص، وقدها ثلاث مرات كمان. ماشي، ربنا يحرسك يا وسيله ويخليكوا. يلا سلام، لا اله الا الله بالنيابه عنكم محمد رسول الله.